برأيك شو أهمية التبادل الدولي بين القوات التقدمية، يعني سواء على مستوى إقليمي سواء على مستوى عالمي؟ احنا اليسار العربي لسه نحفظ جملة لماركس يقول يا عمال العالم اتحدوا. احنا اليوم بفعل التغيرات في الفئات الشعبية والطبقية، المسألة الطبقية تغيرت كثيرا، نقول مجددا يا يسار العالم اتحدوا. اليسار التونسي هو جزء من اليسار العالمي كما هو جزء من اليسار الإقليمي والعربي، وفي حاجة إلى أن تتحد جهوده من أجل أنه يبرز على الساحة بعد أن حاولت كل الأنظمة العربية دون استثناء بديمقراطيها الليبراليين أو بأحزابها الدينية التي رأيناها خاصة بعد الثورة التونسية وبعد الثورة في مصر، كلها تحاول أن تخمد صوت اليسار في تونس وفي العالم. هذا يعود أولا إلى انحسار دور اليسار في العالم أيضا، لكن من واجبنا اليوم ونحن شهدنا ثورة تونسية فاجأت العالم وفاجأت العالم العربي وفاجأت اليسار نفسه، من واجبنا اليوم ومن دورنا ومهمتنا أنه يستعيد اليسار دوره في العالم العربي وفي الشرائح الاجتماعية المهمشة والفقيرة. دوره كان هذا كبير في السنوات السبعينات خاصة وسنوات الستينات، ثم خمد صوت اليسار. اليوم جاء الوقت لأن يستعيد اليسار دوره التوعوي ودوره، وأنه اليوم مهمته أنه يصل للحكم ليس فقط أن ينحصر دوره في العمل الاجتماعي وعمل التوعوي والثقافي. طيب، مؤسسة غوزا لوكسمبورغ كمؤسسة ألمانية يسارية، برأيك شو لازم يكون دورها؟ شو الدور اللي لازم تلعبه هون بالمنطقة؟ مؤسسة دورة غوزا لوكسمبورغ لها ثلاث أدوار مضاعفة. هي من جهة اسمها مؤسسة غوزا لوكسمبورغ هي سند كبير، ويجب أن تكون سند كبير للمرأة اليسارية العربية حتى نخوذ باسمها معركتنا الحضارية والثقافية والسياسية. اليوم أن يكون للمرأة دورها على الساحة السياسية العربية، دورها أيضا تشبيك العلاقات بين الجمعيات في العالم العربي. هذا عجزت الجمعيات العربية ربما لقلة التمويل ولقلة وانحسار دورها وعدم قدرتها على التنقل داخل البلاد العربية نفسها، مشاكل فيزا ومشاكل تمويل. ربما يكون لروزا دور أنها تسهل لقاء المجتمع المدني العربي. دورها الثالث أن تقوم بتفكيك الديمقراطية، هي مقولة لديريدا الفيلسوف الفرنسي والذي عاش في ألمانيا أيضا، أن يكون دورها تفكيك الديمقراطية إلى الأطراف والهوامش، إلى الفئات المهمشة والأقليات، النساء، الشباب الذي لا صوت له اليوم. دورها في الجمعيات أنها تساعدها، دورها أنها تساعدنا أنه ندخل للفئات ونوصل للفئات التي منعنا النظام السابق والحالي من أنه نصل إليها، كما إمكانياتنا الذاتية ربما لا تسمح لنا أن نصل إلى هذه الفئات. ولذلك دور غوزا لوكسمبورغ اليوم هو دور ثوروي، دور مواطني أساسا، ودور أنه يسهل عملية وصول صوت اليسار إلى المناطق والفئات التي لا يستطيع النظام أن يصل إليها وتمنعنا الكثير من الموانع، خاصة حتى بعد الثورة لم نستطع أن نصل إليها. ربما يكون لروزا لوكسمبورغ دور في تشبيكها، وربما يكون لمؤسسة غوزا لوكسمبورغ دور في نشر أيضا الثقافة التي تساعدنا على أنه نصنع يسار جديد. طيب، إذا نعطيك فرصة تقولي كلمة للأحزاب الأوروبية اليسارية أو تعبري عن مطالبك اتجاههم، شو ممكن يكونوا للمطالب؟ مطلبي الأساسي للأحزاب اليسارية في العالم، خاصة الأحزاب الألمانية اليسارية واليسارية الأوروبية بصفة عامة، أنها بعضها يتوقف عن مساندة الأنظمة الاستبدادية، لأنه في فترة ما
بعض الأحزاب في الاتحاد الأوروبي وبعض الأحزاب الأوروبية ساندت الأنظمة العربية التي تصدت للدولة الدينية أو لإمكانية قيام دولة دينية. يجب أن تساعدنا أو أن تكون معنا أصوات هذه الأحزاب اليوم لتغليب المشروع اليساري في العالم عوض المشاريع الليبرالية باسم التقدمية. نحن لا نطلب الحرية فقط اليوم، يجب أن يكون صوتنا عالي أيضا لطلب العدالة الاجتماعية ولطلب العدالة في توزيع الثروة ولطلب العدالة والمساواة، خاصة المسألة النسوية والحراك النسوي في المجتمع العربي لا يزال مغيب. ولذلك على الأحزاب الأوروبية اليوم أن يكون لها دور فاعل في إيصال صوت اليسار أولا وصوت التجمعات والتحركات اليسارية التي إلى جانب الحرية تدافع عن العدالة الاجتماعية وعن العدالة في توزيع الثروة والمساواة. شكرا كثير، شكرا حياتي.